اسعد الله مساكم بالخير وسرور متابعينا غاليين. يا هلا ومسهلا بالزوار وتركينا جدا من قناتكم. كمل لكم الجزء الثاني تغطية تركيا الجزيرة، وبصور لكم لون مميز نزل على برونكو 22. مو اللون هذا، هذا لون 21، بس أول مرة أشوفه على الطبيعة. بوريكم هذا 21 وبوريكم اللون الجديد اللي نزل على 22. لون جاي كأنه أحمر خمري. هذا نازل بال 21، ترى الإضاءة طافية عشان كذا مو واضح لكم. بس لونه مميز، ما هو احمر احمر عادي، احمر اقرب ما تقول احمر بركاني. طبعا هذا فئه الوايت ترك. المواصفات هذه هي، جربت لكم هذا 6 سلندر، وجربت لكم هذا طبعا 6 سلندر 310 حصان. الفئه هذه فئه الوايت ترك 6 سلندر، جربت لكم واحد ازرق، انا نزلت لكم جزئين وباقي الجزء الثالث ان شاء الله نكمله لكم بشتى باذن الله. ان كانت النيه بطلعوا للنفود وكذا، غير الاطلاعات الثانيه ابي مراقي يعني. من لاك الموتر هذا، شاركونا برايكم وش وضعه عقب ما نزله حلو سنه. بس غريب اللون، غريب غريب ومميز وفخم. تعالوا الحين بوريكم 22 اللون الجديد. هذه الالوان كلها عارفينها، لكن رايكم باللون العشب الجديد هذا نزل على 22. غريب شكله، غريب. داخلية بشوف الحين مع بعض، بسم الله. أعطني رايك باللون، أعطني رايك باللون. هذا وايد ترك طبعا، هذا بيج باند. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. رايكم باللون؟ حلو سواقته برونكو، حلو سواقته، خفة نعومة فخامة. بس الملاحظة الوحيدة العزل اللي فوق السقف، قالوا انه في ورشة بالقصيم يضبط صوت العزل، ولا الموتر من الاخر صراحة. انا قلت لكم بعد كل شيء قلت لكم بالأجزاء اللي نزلت لكم، لو الإضاءة قوية بيبين لكم جمال اللون. ما شاء الله تبارك الله. نظلم شوي علشان ما في إضاءة قوية. الداخلية ما تغير شيء طبعا، اللون الداخلي نفس ما هو. كل الأشياء هذه شرح لكم قبل مفصل. شوفوا الباب مفتوح، عجيب اللون، عجيب شكله من زاوية ثانية. شوفكم سعره، شوف كم سعر هذا بعد. هذا فئة البيج باند، السعر هذا هو شامل الضريبة، قبل ضريبة 203، بعد ضريبة 234. والوايد ترك اللي هو هذا الجميل العشبي سعره بعد ضريبة 312، وهذا البيج باند باب واحد. شوف كم سعره بعد ضريبة، فوكس لعبي بعد ضريبة ب 215. نشوف باقي الفئات اللي هنا، هذا بعد بيج باند سعر بعد ضريبة 234. هذا بيج باند أصفر ب 234 بعد الضريبة. وهذا الرمادي باب واحد بعد بيج باند، كله بيج باند. هذا سعره ب 215.
طبعا 4 سلندر 270 حصان. بس خلصنا يا غريم، حرك ارقام وحسابات من تحت بالنص. بس ثانية يا حبيب، رشة عطر لايك على السريع. بسم الله وبحفظك.